إذن مستمعينا اليوم في شيوات متنوعة غادي نقترح عليكم بالنسبة للوليدات كروكيت بالدجاج. غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدو هاد الكروكيت ديال الدجاج غادي نحتاجو 1 كيلو ديال البطاطا تكون مسلوقة, يعني غادي نحاولو ناخدو 1 كيلو ديال البطاطا تقريبا وغادي نسلقوه يعني بالقشور ديال البطاطا, يعني نحاولو غير نغسلوها مزيان من التراب تغسل مزيان وغادي نسلقوها في شوية ديال الماء وشوية ديال الملح. غادي نحتاجو كمية من الكفتة ديال الدجاج على حسب الكمية اللي بغينا, كفتة ديال الدجاج أولا كفتة ديال البيبي, جوج دريسات ديال الثومة, ثلاثة المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مفرومين رقيق, شوية ديال الملح والإبزار, شوية ديال شنية كتبقى اختيارية, شوية ديال التحميرة, وكذلك إلا عندنا شوية ديال البصلة بودرة. إلا ما كانش غادي نبقاو غير في العطرية العادية. وبالنسبة لهاد لي كروكيت كتبقى كل سيدة وكل أم على حسب يعني النسمة ولا النكهة اللي كيبغيو الوليدات, وممكن نديرو العطرية ديال الشاورما أو العطرية ديال الدجاج مقلي على حسب أشنو عندكم وعلى حسب التنسيمة اللي بغيتو. وممكن على أننا نبقاو فقط غير في هاد المقادير العادية, مقادير ديال اللي كنطيبوا بها. قلنا غادي نحتاجوا كذلك خيزو ولا جوج قرعه خضراء اولا جوج قرعات, غادي نغسلوهم مزيان وغادي نحكوهم في الحكاكه الرقيقه باش الوليدات يستافدوا من ديك القيمه الغذائيه وديال الفيتامينات اللي كاينه في الخضره. غادي نحتاجوا جوج معالق كبار ديال الدقيق ديال الفوس, جوج ديال البيضات كاملين, والفرماج ناخذوا اما الفرماج حمر نقطعوه مربعات صغيرين اولا الفرماج موتزاريلا على حسب اللي بغينا واللي متوفر. واكيد غادي نحتاجوا الدقيق والبيض كذلك والخبز محمص او رقائق ديال الذره اللي هما مسوسين باش غادي ندوزو فيهم هاد لي كروكيت. قلنا غادي ناخذو 1 كيلو ديال البطاطا مسلوقه بالقشور ديالها نخليوها هي مازال سخونه, الكفته ديال الدجاج اولا كفته ديال البيبي, جوج دريسات ديال الثومه مدقوقين, ثلاثه المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس, شويه ديال الملح والابزار, شويه ديال شونيه الحركه تبقى اختياريه, وشويه ديال التحميره. وقلنا ممكن على انه نديرو اي نوع من العطريه اللي كنبغيو واللي كنبغيو التنسيمه ديالها. وغادي ناخذو خيزو والقرعه غادي ناخذوهم وغادي نحكم في الحكاكه الرقيقه باش ما يبانوش الوليدات, وقلنا فرصه انهم يستافدوا من الفيتامينات والفوائد اللي كاينه في هذه الخضره. جوج معالق كبار ديال الدقيق ديال الفوس وجوج ديال البيضات, وقلنا طريفات ديال الفرماج موتزاريلا اولا طريفات ديال الفرماج حمر, وغادي ندوزوهم اكيد هاد لي كروكيت في الدقيق والبيض والخبز محمص لا شابلوغ اولا رقائق ديال الذره اللي هما مصوصين بلا شوكولاتة, يعني بلا سكر عفوا. اذا بالنسبه للطريقه سهله, غادي ناخذ ديك البطاطا اللي سلقنا غادي مباشره نحيدوا ليها القشور وهي مازال سخونه نعكوها مزيان, ثم غادي نضيفوا ليها ربعات ديال الكفته ديال الدجاج اولا كفته ديال البيبي على حسب الكميه اللي بغينا, كنمعكوها مزيان ديك البطاطا مع الكفته, ونضيفوا العطريه, نضيفوا جوج دريسات ديال الثومه مدقوقين, نسمو بشويه ديال القزبر ومعدنوس الكميه اللي بغينا حتى هو كيلدد هاد لي كروكيت, شويه ديال الملح الابزار, شويه ديال الشونيه الا كانوا الوليدات يبغيو الحار, الا ما كانش نبقاو غير في شويه ديال التحميره. وقلنا الا عندنا شويه ديال البصله بودره, وكنضيفوا هذاك الخيزو والقرعه. علاش درنا الخيزو والقرعه في الحكاكه واخا عدبنا شويه, ولكن من الافضل اننا نحكو على الاقل ياكلوا الوليدات لانه درنا في الحكاكه الغليظه خاصنا اما نسلقوا لانه غادي يبقى شويه غادي يبقى باين وفي نفس الوقت غادي يبقى شويه شاد لانه ما مسلقاش هذيك الخضره, فمن الافضل ندوزوها هذاك الخيزو والقرعه الخضراء واي نوع من الخضره اللي بغينا ممكن نحكوها في الحكاكه الرقيقه, وغادي نحاولوا اننا نعصروها من الماء ديالها وغادي نديروها في هذا الخليط, وكن يعني كنخلطوا مزيان يعني كيتخلط لينا مزيان, ومن بعد كنحصل على واحد العجينه اللي ساهل اننا نشكلوا منها الشكل اللي بغينا, وكناخذوها اما كنديروا على شكل كويرات اولا كنديروا على شكل سبيعات طوال. وبالنسبه للفرماج موتزاريلا ولا الفرماج حمر اللي قطعناه على حسب, الا درناهم سبيعات غادي نديروا حتى الفرماج هكا بشكل طولي, الا درناهم على شكل كويرات فغادي نديروا الفرماج مربع ولا الفرماج موتزاريلا غادي نديروه على شكل مربعات, وفي كل يعني في كل كويره غادي ندخلوا طريف ديال داك الفرماج ونعاودوا نكوروها هكا بشكل دائري. قلنا بالنسبه للمقادير اكيد على انه نسيت غادي نضيفوا كذلك ما نساوش حتى دوك جوج معلقات ديال دقيق الفرص مع جوج ديال البيضات باش كيتجمع لنا الخليط وما كيتحلش لينا ملي كنكونوا كنقليوه. فقلنا ملي كنخلطوا هاد المقادير كلها, قلنا البطاطا مسلوقه مع الكفته ديال الدجاج مع الثومه والعطريه كامله ومع داك خيزو القرعه اللي حكينا في الحكاكه الرقيقه مع جوج معالق ديال دقيق الفرص وجوج ديال البيضات, وكنخلطوا مزيان حتى كنحصلوا على العجينه, وكنديروها كويرات وكندخلوا داك الطريفات ديال الفرماج وكنعاودوا نلبوها بالشكل اللي بغينا اما شكل دائري ولا شكل ديال سبيعات, ومباشره كندوزوها في الدقيق كنهزوها من الدقيق نديروها في البيض, ومن البيض كنديروها في لا شابلور في الخبز المحمص او لا في رقائق ديال الذره اللي تيكونوا يعني مسوسين بلا سكر, ومباشره ندخلوهم المجمد حتى كيقبطوا راسهم واحد شويه
ولكم الاختيار، اما نقليوهم ومن الافضل ملي تقلاو نديرو يعني ورق النشاف بابي ابصاهو مش كيمتصين هذاك الفائد من الزيت وما كيشربش ناس الزيت، وممكن على انه من الافضل بالنسبه للوليدات ندخلوهم هكا يعني الفران يعني نديرو ورق سلفوريزي وكنستفو هاد لي كروكيت وكندخلوهم الفران حتى كيطيبو وكيتحمرو بالصحه والراحه.